الانقسامات بين الصرب والمسلمين لا تجد سبيلا إلى الحل بعد 18 عاما على الحرب في البوسنة، لكن في سريبرنيكا رمز هذا الشرخ الإثني تبني الصربية دوسيستا وزوجها المسلم ألمير حياة مشتركة على رغم كل العقبات. ألمير حطاب وغالبا ما يغيب شهرين أو ثلاثة أشهر عن عائلته ليحصل لقمة العيش. دوسيستا تهتم بالمنزل وهما لا يختلطان كثيرا بسكان القرى الصغيرة المجاورة. الزواج المختلط لا أعرف، إنه لا يزعجني ولا أعرف إن كان يزعج أحدا. لا أهتم لكلام الناس، أهتم بمستقبلي وبمستقبل زوجتي وطفلنا. الأزمنة تتغير. وقد دفنت سريبرنيتسا قبل أسبوعين أكثر من 400 ضحية عثر على رفاتها وحددت هويتها منذ الذكرى السابعة للمجزرة التي ارتكبت في سريبرنيتسا في تموز يوليو من العام 1995. وقبل النزاع البوسني الذي أودى بحياة 100,000 شخص، كانت الزيجات المختلطة بين الصرب والكروات والمسلمين تشكل 13% من مجموع الزيجات في البوسنة، لكنها لا تمثل الآن إلا 4% على ما تظهر الأرقام الرسمية. نتفق على كل المواضيع وعلى مستقبلنا اليوم وغدا وعلى كل التفاصيل. ثمة أشياء كثيرة تجمعنا، أراد القدر أن يجمعنا. بمساعدة منظمة غير حكومية نمساوية بنت دوسيستا وألمير منزلا خشبيا تبلغ مساحته 25 مترا مربعا بالكاد عند أقدام تلة، وتقتصر ممتلكات العائلة على بقرة وحوالي 10 دجاجات وبستان صغير، لكن حب الحياة هو الذي يجعلها سعيدة فعلاً.